يعني حتى الآن توافقت الأطراف الليبية على ما يقرب من نحو 95% من مسودة مشروع الدستور خلال الاجتماعات التي جرت فيها القاهرة الفترة الماضية الأيام الأخيرة. تبقت بعض المواد الخلافية فقط، ويجتمع بشأنها رئيس مجلس النواب والأعلى للدولة. هذه المواد المتبقية هي المواد التي تمثل عصب العملية الانتخابية أو أبرز النقاط المتعلقة بالانتخابات والمتعلقة بالمدة الانتقالية ومسألة شروط الترشح وما إلى ذلك. إذا تم التوافق أو ما بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة على هذه المواد وتمرير هذه المسودة أو اعتمادها بالشكل الراهن أو اعتماد قاعدة دستورية أن كان السيناريو الذي سيتفق عليه، ستكون الخطوة اللاحقة هي عملية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متوازية. لكن تبقى المعضلة الأساسية والعراقيل الأساسية أمام عمليات الانتخابات حتى الآن التي تتمثل في وجود حكومتين حتى الآن من هما سيشرف على الانتخابات، تتمثل أيضا في مسألة عدم توحيد المؤسسة العسكرية، وتتمثل أيضا في مسألة عدم خروج المرتزقة. ربما نكون قطعنا نحو 50% إذا توافق الأعلى للدولة والبرلمان على مسودة مشروع الدستور، يتبقى نحو 50% في الجوانب الإجرائية والأمنية المتعلقة. أستاذ محمد، هذه المشاكل التي ذكرتها هل يمكن أن يحلها اجتماع جنيف بين المنفي وعقيلة صالح؟ بين المجلسين، رئيس المشري، نعم، بين خالد المشري رئيس مجلس الأعلى بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. نعم بالفعل، هذه العراقيل بالطبع لا يمكن أن تحل من طرف الجانب السياسي. الجانب السياسي المتمثل في المجلسين يتفق على مسودة مشروع الدستور وربما على قوانين الانتخابات، لكن تبقى المعضلات الأساسية المتعلقة بالجوانب الأمنية ليست من اختصاص المجلسين. أيضا المجتمع الدولي منقسم بشكل كبير حيال القضية الليبية الآن، رأينا ذلك على سبيل المثال في جلسة مجلس الأمن. الاتجاه الغربي أيضا أو الغرب لا يسعى ربما حتى في مساعيه، لا يريد دولة ذات سيادة، ولكن يريد دولة إن حلت مشاكلها أن تكون تابعة. وهذه هي الإشكالية الكبرى في ليبيا التي ربما لا يدركها البعض، لأنه ليس هناك نصب جاد في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية وضم يعني وضم العناصر بشكل فرادي، بل هو يريد مؤسسة عسكرية هجينة حتى تظل ليبيا تدين بالولاء لهذا المجتمع الغربي. شكرا جزيلا الباحث السياسي والاستراتيجي محمد حميد على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا.